قاعتها، وتم البذار بهذه الأرض بتاريخ 1/11 باستخدام البادرات الميكانيكية، وتم اعتماد أصناف منها صنف الفيتو الإسباني وصنف الجاد الألماني وصنف الوفية وصنف النهار وصنف البنزنول، أضافة إلى الأصناف المحلية المستخدمة من التي تم إعطاها لنا من قبل مديرية زراعة كربلاء، وأضافة إلى الأسمدة الموجودة مثل سماد الداب وسماد اليوري. تحليل الأرض أثبتت التحاليل أن تحليل الماء نسبة الملوحة في الماء من 2 مليموز إلى 3 مليموز، والتربة جيدة جدا، وهذا عاملان رئيسيان في صناعة الزراعة المحورية. عالجنا هذه الأمور، أولا قمنا بتعدلة التلال، ثانيا قمنا بالحراثة، حراثة باستخدام الآلات المعدة لنا من قبل قسم التنمية الزراعية، منها الديسك واللاندبليت المعدلان، إضافة إلى الأسمدة المعطاة للزرع لتقوية الزرع، لأن المحصول يحتاج إلى أسمدة عالية الجودة يعطي النتائج المطلوبة من عندها.